شايف سياسي يقدر يسوي هيك بالطبع. أنا زينب السمرائي، عمري 32 سنة، أصلي من العراق، مولودة بغداد بس جت للنرويج ويا عائلتي ب 94، وأني أول عراقية داخل البرلمان النرويجي. لقيت شغل مال اوزع جرايد لمن كان عمري 13 سنه، هو كان مره بالاسبوع بس، والراتب هسه اذا يعني واحد يفكر به راتب يعني يضحك. كنت احب الشغل، وكنت احب انه اني دا اشتغل، اني دا اجيب الفلوس، مو اروح على الماما والبابا واسالهم. لما كان عمري فد 15-16 سنة قدمت على شغل بمحلهن بالمنطقة يم بيتنا. بدأت أشتغل كقصابة، أول شيء كان بس يعني أساعد القصابة أحط اللحم وبيعه وهيك شغلات، بس ورا سنة سنتين بدأت أحب الشغلة باللحم، فخلوني أنا همين أتعلم وأقص وأشتغل بيه. شركة مال مستشارين، بس مش انت اشتغل مستشار، انت نظف القاع. هاي اول يعني بوزيشن يعني سياسي دخلت بيه، وهاي يعني شغلة كلش تضحك، لانه هو واحد يقعد وعنده يعني الفلوس كلها مال اوسلو، واحنا بدنا نقسمها، واني ولا فلس عندي بالبنك. يعني ما تقدر يعني تصدق ايش قد فلوس، واحنا قاعدين نقسمها على يعني الصحه والمدارس وهذا، واني يعني طالعه هسه خلصت الكليه ولا فلس علي. انا مو بالبرلمان حتى امثل الناس المثلي هسه، أنا بالبرلمان حتى أمثل الناس اللي يشتغلون مثل ما أنا كنت أشتغل، اللي ينظفون بشركة المحاماة مو المحامين. هم هذول الناس اللي يحتاجون السياسة، الأغنياء ما يحتاجوها بقد الفقراء بهذا البلد. الشغلة بالنسبة همينة إلي المهمة إنه ما أريد أنسى أنا من وين جيت، ما أريد أنسى إنه أنا جيت كلاجئة، ما اريد انسى انه انا كنت اشتغل من ما اني 13 سنه. هاي كل هذول الشغلات لازم واحد يتذكرها لما يريد يغير الدوله والسياسه العالم. لمشاهده المزيد من قصه انسان اشتركوا في القناه وفعلوا الجرس، وإذا أعجبكم الفيديو شاركوا الرابط مع أصدقائكم واكتبوا لنا آراءكم، وإذا كانت لديكم قصص تودون مشاهدتها على قناتنا أخبرونا عنها في التعليقات.